السلام عليكم وأهلا بكم. الأزمة المالية لا تهدد النظام المالي العالمي فقط، بل ستؤثر سلبا على تمويل التنمية والإنفاق الاجتماعي في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وهو ما قد يحول دون تحقيق أهداف الأمم المتحدة لخفض الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 طبقا لما صرح به الأمين العام بان كيمون، الذي طالب بنهج جديد يقل فيه الإيمان الأعمى بسحر الأسواق وصياغة فهم جديد لأخلاقيات وإدارة الأعمال يكون أكثر شفقة. فإلى أي مدى يمكن أن يستفيد رأس المال العربي من هذا الدرس باهظ الثمن؟ هذا محور الحوار الذي سيكون اليوم مع الدكتور طلال أبو غزالة. والدكتور طلال أبو غزالة ولد في يافا بفلسطين عام 1938. هو المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة، أكبر مجموعة شركات عربية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب. نائب رئيس فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات منذ العام 2001 إلى 2004. رئيس مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بلندن المملكة المتحدة منذ العام 1985 حتى الآن. نال العديد من الشهادات الفخرية في العديد من الجامعات الغربية والأوسمة الرسمية من بعض الحكومات العربية. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة نرحب كما هو معتاد باتصالاتكم عبر هاتف البرنامج وكذلك برسائلكم النصية عبر الهاتف المحمول. دكتور أهلا بك معنا في هذه الحلقة، والأبدأ من العملية الحسابية. هل يمكن إجراء عملية محاسبية بشكل ما تقدر الخسائر العربية في هذه الأزمة؟ هل هذا ممكن؟ أنا سعيد في بالتقديم للموضوع، حيث وددت أن تركزي على الآثار على المنطقة العربية، وهذا موضوع يهمني كمواطن عربي حريص على مستقبل أمته ككل مواطن عربي مخلص. المنطقة العربية لها وضع يختلف عن الدول الغربية وبشكل خاص أمريكا وأوروبا واليابان، وهي الدول التي ستتأثر أساسا وبدرجات متفاوتة، طبعا أكبرها الولايات المتحدة، بالآثار السلبية لهذه التحولات. نعم. هي ليست بالتعريف الصحيح أزمة، هي تحول جذري سيستوجب تغييرات في كافة المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فإذا نحن أمام تحول سيستغرق مدة طويلة أقدرها بعشر سنوات على الأقل. فعندما نراقب وأرى المهتمين يراقبون حركة الأسواق وارتفاع الأسهم وارتفاع العملة وارتفاع النفط أو تخفيض كل ذلك، أقول أن كل ما نراه الآن هو مجرد متغيرات آنية لا دلالة حقيقية لها، إنما الدلالة الحقيقية هي أن هنالك اقتصاد ونظام عالمي شامل هو في مرحلة التغيير، وبنتيجة هذا التغيير سيتحدد آثاره على كل دول العالم بما فيها المنطقة العربية. دكتور، يعني أنت سبقت المطالبات بالتحول وبالتغيير. أنت الآن تقر بأن هناك تحول وتغيير، طبيعة هذا التحول والتغيير الذي تتحدث عنه كيف تراه؟ سيدتي، أنا أقول أنه ليس هنالك من خيار إلا التغيير، لأن كل ما نتكلم عنه هو السوق الغير حقيقي. عندما نتكلم عن القروض والإقراض ونتكلم عن الأسهم ونتكلم عن الحركة في العملة، هذه كلها ليست من أساسيات الاقتصاد. الاقتصاد هو نتيجة تبادل السلع والخدمات مقابل مبالغ محددة، وذلك ما يضيف إلى الدخل القومي في أي دولة. نحن الآن نتكلم عن ظواهر ونتائج لهذا التحول الاقتصادي
في الأساسيات الاقتصادية. أنا أقول أننا أمام خيار لا ثانية له. حقبة بريتن وودز حتى الآن أخذت مداها وأثبتت تجربتها بما فيها من سيئات وحسنات. تبين الآن أن هذا النظام العالمي الذي بني على السوق الواحدة وعلى النظام المالي الواحد وعلى الارتباط المركزي الواحد له مخاطره، خصوصا بعد أن تشابكت هذه الاقتصادات وأصبحت كلها مترابطة، فأصبح أي خلل في أي جزء من العالم، وأنا أقول هذا الكلام ليس ضد أي دولة معينة بل لحماية كل دول العالم، إذا كانت الآن الأزمة بدأت في أمريكا وتضررت منها أوروبا ودول العالم الأخرى، في المستقبل قد تحصل في أوروبا وتتضرر منها أمريكا. لذلك التوجه ردا على سؤالك هو لتكوين تكتلات اقتصادية وتعدد عملات وتعدد مراكز بحيث يكون هنالك استقلالية، هذا أولا، فبالتالي يمكن احتواء الضرر. ثانيا لابد من النظر إلى أننا أمام حاجة ضرورية لوضع رقابة، عودة إلى رقابة الدولة على الاقتصاد بدرجات معقولة مع حرية التجارة وحرية الاقتصاد، إنما مع الرقابة لا تتعارض مع الحرية. نعم. الرقابة في كل شيء ضرورية. نعم. لاستمرار. نعم. الحرية. يعني وزير المال الألماني نتكلم قال بأن العالم بعد الأزمة لن يكون كما كان قبلها، والآن أنت تشير الآن دكتور إلى فكرة. صحيح. أن هناك تحول حقيقي، ولكن هذا التحول ربما يبدو عودة وليس تقدم للأمام، عودة إلى ما كان عليه الاقتصاد في السابق أو معرفة الاقتصاد القديم. هل نتحدث الآن عن مشاريع قديمة، مشاريع حقيقية وليس مشاريع خدمية أو فقط كما يقول يعني سوق سرابي بالأسهم والسندات، أم هو تغير في الأيديولوجية الاقتصادية وتصحيح مسار؟ أنا عندما قلت أن هذه العملية ستستغرق فترة طويلة، لأن هنالك يجب أن يتم حوار، وقد سمعنا أنه سيجري اجتماعات قمم متتالية. هذه الاجتماعات كما حصل عندما صيغت بريتن وودز، وكان في ذلك الوقت ذلك الاقتصاد العظيم كينز الذي قاد وفد بريطانيا لهذه المفاوضات، وكان المفكر أمام وضع السياسة المؤسسات التي تعرف بمؤسسات بريتن وودز. أنا أقول أننا سنمر بمراحل من التفاوض الحقيقي للتغيير المطلوب في النظام التجاري العالمي أيضا. نعم. نحن نعرف أنه منذ جولة الدوحة لم يحصل أي تقدم في أي مفاوضات تجارية في العالم. أي أن نظام التجارة العالمي الذي كنا نحلم به جامد وواقف أمامه منذ 5 سنوات، منذ 7 سنوات حقيقة. نحن نتكلم الآن عن حاجة لصياغة شيء جديد، ليس العودة للماضي، ليس العودة للماركسية ولا العودة للرأسمالية ولا العودة للفوضى ما قبل بريتن وودز والليسيفير بشكل المطلق، إنما مزيج من الحرية الاقتصادية، ولكن الحرية التي تحكمها ضوابط. مثلا لا يجوز أن يسمح لبنك بمنطق الحرية وعدم جواز الرقابة على التجارة، لا يجوز أن نسمح لبنك أن يقرض 100 مرة عن قدرته الإقراضية. كان الليفرج في أمريكا